ولا حبيبي بعيني بساحة الدلالين. أنا أهلي حطوا خير لكل مشاهدي الإخبارية السورية من ما كنتوا عم تتابعونا، عم نطل عبر شاشتنا الصغيرة بمواضيع بتهمكم وبتلامس حياتكم اليومية، ودائما تحيتنا لحراس الأرض والأمان رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب، ودائما كمان نوجه تحيتنا لجنود البيض الكوادر الطبية اللي عم يبذلوا مجهود كتير كبير خلال هالأيام مع جائحة كورونا، يا رب هيك يعم السلام والصحة على الجميع. قبل ما نبتدي رحلتنا الصباحية بدي صبح على زميلتي ليا. صباح الخير. سعد لي صباحك يا نور، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وبحلقة جديدة. إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الحب وكل الخير وأهم شيء الصحة لكل الناس. نور اليوم شو مواضيعنا؟ قديش حلوة؟ كثير عنا مواضيع ومنوعة ومفاجأة. فجأة خلال الاستديو حسيت حالي بالخريف. فاصل وبنبلش رحلتنا الصباحية لليوم. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية، يلا بنا على باب الله يا صنايعية يجعل صباح صباح الخير يا استعطينا صباح الصباح فتح يا عليم، والجيب ما فيه شي ولا مليم بس المزاج رايق وسليم، باب الامل بابك يا رحيم، ده الصبر طيب عاد ويغير الاحوال، الحلوة دي قامت تعجن في البدرية والديك بيدا في الفجرية، يلا بنا على باب الله يا صنايعية يجعل صباحا صباح الخير يا استعطية. مواضيعنا لليوم مشاهدينا متنوعة، رح نحكي فيها عن كتير اشياء. بداية رح نحكي عن اتيكيت وعن الاهتمام بالبشرة وبالعناية بالجسم. بدنا نحكي ايضا ليا عن مرآة الجسم كيف بنعتني فيها. وبدنا نحكي ايضا عن الطب التكميلي وتاثيره بعلاج الالام الجسديه والنفسيه. وكمان بدنا نحكي ليا على اعاده التدوير بلمسات ابداعيه مع رهف البدوي. لا يمكن عند كل السيدات والصبايا العناية بالبشرة من الضروريات اللي ما فينا نفارقها خلال فترتنا اليومية الروتينية لكل سيدة، فعلى عكس الجسد بتعكس البشرة الوجه أكثر تعرضا للعوامل الخارجية كأشعة الشمس والرياح وغيرها من العوامل اللي بتكون فيها البشرة على احتكاك مباشر. خلونا نتابع المادة التالية ونرجع نستقبل ضيفتنا لليوم. البشرة الصافية الخالية من الشوائب حلم تسعى إليه جميع السيدات، وهو ليس أمراً سهلاً بسبب عوامل بيئية كثيرة محيطة بنا، منها
أشعة الشمس والبيئة الملوثة وعدم تقديم العناية الكافية للبشرة والخيارات الغذائية غير الصحية وقلة الاهتمام بالنظام الغذائي وقلة شرب الماء يجعل البشرة شاحبة ومعرضة للتصبغ والبثور وحب الشباب، كما أن مستحضرات التجميل التجارية التي تستخدم للحصول على بشرة صافية تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية المبيضة والسموم. لذلك فما هي الخيارات المتاحة الأفضل للعناية بالبشرة؟ وما هي المواد الطبيعية التي تخلص البشرة من المشاكل والسموم وبالتالي الحصول على بشرة صافية؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا باستوديو صباح نغير الصيدلانية لونا دروس، حائزة على درجة الماجستير في العلوم الصيدلانية. نور، الاهتمام بالبشرة وأنه ندلل بشرتنا لازم يكون عندنا هو مثل عادة ما بتفارقنا يوميا، وما تكون بس هي ردة فعل إذا صار أي مشكلة صغيرة ببشرتنا. يمكن هي الاهتمام الفجأة بصير هو نتيجة إهمال متكرر ولا سنوات ماضية أهملنا البشرة. رح نحكي أكثر عن هالموضوع بالاستوديو معنا الصيدلانية لونا دروس، الحائزة على درجة الماجستير في العلوم الصيدلانية. صباح الخير. صباح النور. صباح النور لكم وللعالم اللي عم تسمعنا كلياتها، لكل الصبايا والسيدات، لأنه هذا الموضوع بيهم الكل خصوصا مع بداية فصل الصيف يعني، وبسبب يمكن مشاغلنا اليومية والوقت الطويل اللي بنقضيه بالشغل في فعلا إهمال بشكل مش مقصود للبشرة. خلينا نحكي عن مواصفات البشرة الصحية. أقول أنا عن بشرتي صحية وسليمة شو بتكون؟ هلا اول شيء بدي صبح كمان مو بس على السيدات، بتصبح كمان على الرجال، لازم كمان كمان السيدات، حرام كل مره بنظلمهم. لا ما لازم كثير نظلمهم اكيد. طبعا البشره يعني مثل العنوان حاطينه انه بشره هي مراه الجسم، فهي اذا بدنا نعطي نحن انطباع جيد عن حالنا فلازم تكون بشرتنا تعطي هذا الانطباع الجيد، وهي فعلا مراه للجسم. هلا البشرة الصحية فينا نعمل شقين لها، هي اول شيء البشرة الخالية من العيوب او الاصابات، وشو طبيعة البشرة اللي بتساعدنا انه ما يصير عندنا عيوب او اصابات بالمستقبل. هلا خالية من العيوب والاصابات يعني ما فيها حبوب، ما فيها تصبغات، تجاعيد، هاي الاشياء اللي بتبقى كثير ظاهرة وممكن تظهر مع الزمن. البشرة اللي منولد فيها احيانا بيكون لها طبيعة مؤهبة لانه يصير في عيوب معينة. مثلا البشرة الملساء اللي مساماتها ضيقة هي بتحمينا اكثر من البشرة اللي مساماتها واسعة مثلا. هي طبيعة جسم بس هي حالة مؤهبة. البشرة اللي فيها توازن بين المفرزات الدهنية وبين الرطوبة، ما عم قول هيدا لازم يكون أعلى من هيدا، في توازن كمان هي بشرة بتحمينا. البشرة اللي بتتميز بالإشراق والنضارة، شو يعني كلمة إشراق ونضارة؟ يعني ما في كتير طبقات خلايا ميتة مثلا على البشرة بتعطيها المظهر، منه بتعطي مظهر هرم، ومنه من جهة تانية هي مؤهبة لظهور أعراض مرضية معينة بالمستقبل. فكمان هاي نقطة مهمة ولازم نهتم فيها، بالإضافة لموضوع أنه مثلا تصبغات معينة، تجاعيد حبوب، هاي ممكن نحكي عنها بعدين. نعم، خلينا نحكي أكثر عن قصة أنه من نحن بعمر المراهقة بتبلش الحبوب بتطلع، ممكن في ناس بتعلم هاي الحبوب بوشة لبعدين، وفي ناس ما بتكون بشرتها صافية. خلينا نحكي العلاقة بسن مبكر مع البشرة والاهتمام فيها. كثير ناس يمكن بياخذوا أدوية هي يعني منيحة لهم وخاصة للجلدية، يمكن هي طويلة الأمد العلاج فيها، ممل يعني إدمانها طويلة الأمد. ولكن خلينا نحكي إنه من نحن وبعمر المراهقة ومن نحن وصغار إذا اهتمينا ببشرتنا هي رح تضل هيك محافظة على رونقها؟
بتخدمنا أكثر أكيد. هلأ بعمر المراهقة، موضوع عمر المراهقة والحبوب هي يعني علاقة كتير قوية الحقيقة، خط التماس الأول يعني. أكيد إذا نحن عملنا وقاية من أنه تطلع هالحبوب فنحن منفيد حالنا بالمستقبل. هلأ الحبوب تطلع عند أشخاص بشكل يعني غير عن أشخاص، حسب العلاقة بالهرمونات، العلاقة بطبيعة البشرة اللي حكينا عنها من شوي، وإلى علاقة بالقصة الوراثية بالعائلة نفسها. بس بالنهاية إلا ما تطلع حبوب معينة كيف نتعامل معه، هاي بتكون ما احنا مهدنا لقصة حياتنا المستقبلية خيان. وهذا اللي بنحكي عنه يعني تماماً. لما انا كيف بدي اتعامل مع هي الحبوب، لانه احنا بنشوف بهي الفترة كمان في حساسية كتير بالتعامل مع الشخص المراهق، في كتير من الناس بيهملوها، في كتير من الاهالي بيتعاطوا معها بطريقة، فدائما في إلى نتائج سلبية بمرحلة الشباب. خلينا نحكي مع البداية، انا لما يكون في عندي بالبيت طفل مراهق وبلشت مرحلة حب الشباب، لانه حافظ على هي الصبية او مثل ما قلنا هيدا الشاب ليكون فعلا عنده بشرة صحية بالمستقبل. تماما. هلا الحقيقه بالنسبه لموضوع المراهق وقلتي نقطه كثير مهمه، هو في شقين، في شق نفسي وفي شق جلدي او علاجي. صحيح. يعني نقول الشق النفسي انا ما بعتبره اقل اهميه على فكره، لانه اول شيء الحاله النفسيه هي بتساعد على ظهور يعني او بتزيد خلينا نقول امكانيه ظهور الحبوب. فلازم الاهل يتعاملوا مع الموضوع على انه شيء طبيعي جدا، وليك مثلك مثل رفقاتك، ونحن ممكن ناخذ شويه علاجات او كريمات حتى نخلص منها، ما يهولوه عليه انه يا طلعت حبه يا لطيف خلصت الدنيا. وخصوصي للبنات بهالعمر بيتاثروا بشكل كثير كثير، بيكونوا شايفين حالهم قديش هيك بدايه صبيه جديده ايه، ورايحه على المدرسه وحبه كارثه يعني ما بصير. تماما. والاجمل المحيط، يعني انت بتكوني مقتنعه بحالك هي الحبه مو شايفتيها اللي مقابلك، شو هالحبه طالعت لها بأثري حرام بنفسيتها بشكل اكبر. لا والكارثه الاكبر لما بيروحوا حاطين فاونديشن على المدرسه. هي يعني تمام. خلينا نحكي عن هي النقطه، هي مستحضرات التجميل وخاصه هلا عم يبلشوا كثير من عمر صغير يحطوا وشهم، قد ايه بتاثر على الحب وخاصه يعني حب الشباب؟ بتزيده. هلا خلينا نحكي، اذا كانت مع صوره الحبه وحطوا فوق احلى شيء. التهاب كمان. التهاب للعمق. الحقيقه هو ما حكينا عن الشق النفسي وانه ما لازم كثير نحن يكون في تهويل بالموضوع. هلا خلينا نحكي عن الشق، خلينا نقول ما فيني اسميه العلاجي، لانه كلمه علاجي اوكي لازم يكون في اشراف طبي. فينا نعمل وقايه. نحن بدايه ظهور الحبات لازم كأم بكل بيت وين ما كان تهتم بنقطتين. النقطة الأولى إنه تعمل تنظيف دائم للبشرة. هلا بنحكي كيف، شو يعني كلمة تنظيف دائم؟ لازم هالمسامات هي اللي عم تجمع فيها الأوساخ أو الدهون وتسكر وتعمل الحبة، نحن نحاول نفتحها باستمرار لحتى تطلع هالمفرزات لبرا، ما لازم تضلها موجودة. هي النقطة الأولى والمهمة. ممكن نساعد حالنا بمستحضرات التقشير، وهي أنا بعتبرها كتير مهمة. مستحضرات التقشير بتساعدنا على هالمسامات كلها تفتح، والبشرة تكون دايما عم تتفتح هالمسامات، عم تطلع الأوساخ، ما عم بتجمع، مشان نوصل لمرحلة إنه التهبت وصار بدنا علاج وقصص. الحبات تطلع عند كل العالم، وممكن تطلع كتير أو قليل، بس هي بدها تطلع. فنحن كيف نتعامل معه هو الشيء المهم. هلا بيجي النقطه الثانيه، نحن كيف منسيق لها مو منحسنها. انه بتجي صبيه مثلا شو بتستعمل، بتحط فاونديشن على المدرسه او كل ما بدها تطلع، فهي سكرتها للمسام اكثر، ازتها بزياده، ازتها بزياده. هي بتكون ليش حطت هالفاونديشن؟ لانه عندها انه رهاب انه طلعت لي حبه ما لازم حدا يشوفها. شيء طبيعي يعني عادي اذا الناس شافوها. لما بتسكر لها مسامات وخصوصي اذا قعدت فتره طويله، فهي زادت الحاله وتفاقمت الحاله وادت لاضرار ثانيه. اذا اضطرت بمناسبه حطت فاونديشن او شيء، لازم ترجع فورا للتنظيف، شغله هامه جدا 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 وخصوصي بهالمرحله العمريه ومطالب فيها. هلا بما انه بس عم نحكي على الفاونديشن، خليني بس فوت على موضوع ثاني. هلا احنا بفصل الصيف بنشوف كثير من الاشخاص بحطوا مكياج وهيك، ولكن بيروحوا على اشعه الشمس او سولاريوم او الشمس وبيتشمسوا بالمكياج. خلينا كمان ننوه بهي النقطه، قد ايه مضره؟ هلا هي شقين. الشمس بحد ذاتها بمكياج وبلا مكياج هي بتعمل اضرار على البشره. صحيح.
ونحن لما بنكون بالصيف ونحن ببلاد مشمسة، فنحن هذا الموضوع لازم نتعامل معه شوي بحذر زيادة عن اللزوم. الواقي الشمسي ضروري ومطلوب، يفضل يعني لازم يستعمل واقي الشمسي للناس اللي بيتعرضوا للشمس بشكل مباشر. الحقيقة هون في نقطة أنا حابة أحكي عنها، مو رعب إذا شفنا شعاع شمس. يعني في ناس بتتعامل مع الموضوع أنه شعاع شمس أوكي ما لازم، لا لا، الشمس بفترات معينة قبل صحية وضرورية ومطلوبة وغير مؤذية حتى. الرعب الحقيقي انه ناخذ الشمس مثلا فتره الظهر، فتره الاشعاع الاكبر، الذروه تبعتها ناخذها لفتره طويله، هون بتقدر بتعمل اضرار كثير كبيره على البشره. استعمال الواقيات الشمسيه ضروري ومطلوب. استعمال الواقيات الشمسيه كمان له محاذيره للشباب والصبايا. تمام، للشباب والصبايا. هلا الشباب ما رح يردوا عليكي بهالموضوع، ما في امان، حاولت ماشي الحال. استعمال الواقيات الشمسيه ضروري ومطلوب، بس لازم يكون في انتباه معين، لانه كمان الواقيات الشمسيه هي ممكن تسد المسامات بشكل او باخر، في إلى تكراريه معينه مشان ضل اخذ فعاليتها. تنظيف البشرة من بعد ما رجعنا على البيت ضروري ومطلوب. هذا اللي بدي أسألك عنه، تنظيف البشرة بمرحلة مبكرة، التعامل معه بطريقة صحية وسليمة قديش بفيد؟ بس في كثير من الناس يمكن بتدخل على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بتعمل تنظيف البشرة بفتح مسامات ما بترجع بتسكرها. خلينا نعطي طريقة صحية وسليمة بالبيت مشان كثير من الصبايا هلأ عم يتابعونا. ما بعرف إذا حيزعلوا مني أصحاب الشركات، تنظيف البشرة الأسلم هو المي. هلا كثير بتنعز ازعل مني الحقيقه. لا دائما هي بيقول لك الدكتور قال ما فيك تغسلي وشك مي بارد، هي صحيا اصح شيء. اصح شيء، وانا ما بشوف كثير في داعي للمنظفات. هلا تنظيف البشره هو اذا عم نحكي عن مستحضرات، الصابون منظف للبشره بس هو قاسي جدا، هو بينشف البشره جدا وغير محبز. في المنظفات المستحضرات هي ممكن تكون بشكل سائل او اثناء احيانا الحليب، اللي بشكل سائل هي منظفه قويه للبشره، بس هي بتسحب الماده الدهنيه الموجوده على البشره بشكل جائر. الاكتار منها ممكن يعمل خلل بالتوازن اللي حكينا عنه بين افراز الماده الدهنيه. الماده الدهنيه هي على فكره وهي نقطه مهمه، مادة دهنية مو شغلة سيئة لازم نخلص منها كلياتها ونمسحها ونوصل لبشرة ناشفة، لا أبدا، هي مادة مطلوبة بنسبة معينة. زيادة الإفراز الدهني هي اللي ضارة، فنحن التنظيف الجائر للمادة الدهنية هذا شيء سيء وما لازم نوصل له أبدا. فلما إذا اضطرينا نستخدم منظفات الكلينزرز يعني اللي سائلة، فهي لازم نستخدمها بحذر ومو بتكرارية كتير كبيرة. الحليب هو ممكن يعتبر مزيل مكياج أكثر منه منظف، وهذا شيء منيح. المزيل ضروري إزالة المكياج، خصوصي أنه في مواد بالمكياج، خصوصي أنه مثلا الكحلة وإشياء بتعلق بالمي ما بتروح. فحليب مطلوب، يعني يفضل استخدامه، هو تأثيره وسط، مزيل مكياج جيد وما كتير بيأثر على المادة الدهنية. وبالنهاية تنظيف البشرة ما لازم يكون كتير وما لازم يكون باستمرار، ما لازم يكون نشف وشنا، ما لازم نلعب بالتوازن الطبيعي اللي خلقه ربنا بوشنا. صحيح. تمام، خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة، هي نقطة علاقة الأكل مع البشرة. يعني نحن بلادنا هي غنية بالخضروات الموسمية اللي هي مغذية وبالفواكه أيضا وشرب المي، خلينا نركز على هذه النقط. يعني إذا بدي أقول لك إنه الصيدلية الأهم للبشرة هو الأكل، هو المطبخ. يعني بزماناتي سمعت مقولة في تجميل قالت إنه بدال هذا الخيار والبندورة اللي تحطوه على وشكم كلوه أحسن. الأكل النظام الغذائي المتوازن يلي بيأمن المواد الأساسية للجسم، الفيتامينات، المعادن، هو اللي بيعطي البشرة الصحية. وكل شيء منحطه على بشرتنا من برا هو أول شيء ما بيوصل لطبقات العميقة، لأنه في حاجز للبشرة بيمنع وصول هاي المواد، هو بتكون معالجة موضعية ومؤقتة خلينا نقول. والشغلة الثانية
في اشياء ما ممكن تعمليها بالكريمات، ما ممكن تعمليها غير بال الاكل اللي بتاكليه من جوا، اللي هو بيعمل لك بناء داخلي لبنيه البشره ما ممكن تامنه الكريمات الحقيقه. وهو اللي بيساعد، خلينا نقول مو بس ببشره نضره، بيساعد بموضوع الترطيب نفسه، لانه هلا بنحكي عن اذا بدك عن مراحل الترطيب. الترطيب اذا بدك اكثر داخلي عنه خارجي. هو هذا الشيء الصح. وكل شيء بينحط من فوق هو مؤقت وما انه كثير فعال. وشرب المي هو واحد من اهم المشروبات، خلينا نقول، اللي بناخذها وبتعمل لنا نضاره بشره وبتعمل حاله صحيه للجسم كله. طيب خلينا نحكي عن الاعتناء اليومي بالبشره لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا بسبب يمكن المشاغل اليوميه او الساعات الطويله بالعمل. مضطر بشكل يمكن مستمر او بشكل يومي نحط مثلا فونديشن، نحط ميك اب بشكل يومي حتى يعني لساعات طويله. صحيح. انا لحافظ على نضاره وصحه بشرتي، كيف فيني اتعامل مع مثلا دائما بيقولوا لك مثلا مرطب صباحي وليلي وشرب المي؟ طب في كثير من الناس بتلاقيها ممكن تعمل هدول القصص بس بعدها عم تعاني يمكن من المكياج، لانه بتحط ميك اب ساعات طويله، لانه ما بتاخذ الخطوات بشكل صحي او بشكل سليم. صحيح. هو بالنسبه لهلا السيدات اللي بيطلعوا على الشغل فاكيد عندهم قصص مختلفه، يعني بشكل يومي ومضطرين يحطوا مكياج لفترات طويله. هلا هون صار بدها شويه عنايه زياده، لانه انت عمليا لفترة طويلة المكياج مهما كان بيسد المسامات وبيخفف خلينا نقول التنفس الطبيعي للبشرة. فهون انت لازم تستخدمي معوضات بالفترة اللي انت قاعدة فيها بالبيت وخصوصي قبل النوم. طبعا لما نخلص من فترة العمل تنظيف البشرة هذا موضوع هام جدا. لازم نقيم كل هالاشياء اللي حطيناها على بشرتنا نسمح لها تتنفس شوي. هلأ كوننا نحن مضطرين انه نستخدم منظفات بشكل يومي ومزيل مكياج، فهون بدنا بعد ما نظفنا بشرتنا بدنا نحط مرطب ونغسل بالمي بعدين مرطب وبعدين المرطب. تمام. والمرطب هون بهالحالة يمكن مو بس مرتين بالنهار، أنا دايما بقول المرطب عند الحاجة. قدي بشرتنا بحاجة يعني ممكن أكثر من مرتين؟ ممكن أكثر من مرتين وممكن أقل. انتبهي حسب أنت يوم جمعة قاعدة بالبيت، هو مو دوز، هو مو دوز تاخديه مرتين باليوم ما بعرف شو، وحسب الطقس، حسب الوقت، حسب الحالة، أحيانا الهرمونية للسيدات تختلف تماما. فهو المرطب هو مو دوز، هو مو يؤخذ مرتين بالنهار أو ثلاث مرات، هو بالأوقات المناسبة. ستلونة قبل ما نختم بدنا نصائح أخيرة نحكيها هيك لكل السيدات، وهلا يعني جينا صرنا بفصل الصيف، حرارات مرتفعة، اهتمام البشرة قديش لازم يكون هو رفيقنا؟ خلينا نقول هو اهتمام البشرة الحقيقة لازم يكون رفيقنا صيف وشتاء، بس الصيف له خصوصيته كونه نحن عم نتعرض للشمس أكثر، كونه نحن بتصير الطلعات أكثر حتى، وبتصير يمكن بركي السهر اكثر، فانت العيون تحتها ازرق وما بعرف شو دول بتصير زياده البشره، فبدها شويه عنايه زياده. هلا خصوصيه الصيف تكمن بالشمس الحقيقه، استخدام الواقيات الشمسيه والترطيب، نحن لازم نهتم بالترطيب لانه نحن بنتعرض للجفاف اكثر للبشره. فالصيف لازم نركز فيه اكثر، مو بس اكثر، بموضوع الترطيب، موضوع الواقيات الشمسية، والواقي الشمسي بيلحقوا موضوع التنظيف بدنا نكون مهتمين فيه أكثر. النضارات الشمسية بتضر البشرة إذا كانت مانا أصلية أو شيء؟ لا، ما بتضر العيون. لا، بتضر البشرة. لا. هون إذا كانت كبيرة أو هيك ما بتضر أبدا. لا، ما بتضر البشرة، بس طبعا موضوع العيون موضوع شيء ثاني، بس عم نحكي انه بالعكس بتحمي الاسوات تحت العين، جزء منه هو تصبغ على فكره، مو كله داخلي، جزء منه تصبغ، فهي بتحمي من موضوع التصبغ لسوات تحت العين، ولكن ما بتمنعه يعني. نتشكرك الصيدلانية لونا دروس على وجودك معنا، ويمكن معلومات مهمة بتهم كل الصبايا، بس مثل ما قلتي إذا بلشنا بمرحلة مبكرة بالاعتناء بالبشرة بنكسب بشرتنا طول العمر. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. يسعد صباحك. ميرسي. أما هلأ ليا بننتقل لمادتنا التالية، المهندسة رشا الشعار زوجة شهيد وصاحبة مشروع يحمل بطياته جدوى اقتصادية جيدة وفكرة لنشر زراعة شجرة البالونيا، التفاصيل في تقرير مراسلنا بريف حما محي الدين فهد.
روح الشهيدة الطاهرة بقيت سندا لها، صورته على جدران منزلهما أعطتها القوة لتمضي في تحقيق حلما اقتصاديا وزراعيا. إنها المهندسة رشا الشعار، ابنة مدينة السلمية وزوجة الشهيد، العاملة في مركز البحوث الزراعية. بدأت بالمستوى الأول من العمل باستقدام الشتول الزراعية لشجرة البولونيا من خارج المحافظة والاهتمام بها ضمن منزلها والعمل على تسويقها وتشجيع الناس على زراعتها لما لها من جدوى اقتصادية. لفت انتباهي أن شجرة البولونيا هي شجرة مميزة جدا، ميزاتها تختلف عن باقي الأشجار. تعمقت في البحث عن أهميتها ووجدت أنه هي تستحق كل هذا الاهتمام وأكثر، اقتصادية جدا، ممكن أن تصل بالفرد إلى الاكتفاء الذاتي أو حتى المجتمع أو الدولة. تنتج بعد 7 سنين 3 متر مكعب خشب من أفضل أنواع الأخشاب، أغلى من خشب الزان، خشب صلب خفيف لا ينسني، لا يمتص الرطوبة، مقاوم للاحتراق ولا يصيب بسوسة الخشب. هذه الميزات ما فينا نلاقيها بأي شجرة تانية، بالإضافة أنه بعد قطعة ممكن بعد كل 5 سنين تعطينا نفس الكمية من الخشب، متوسط عمرها 100 سنة تقريبا. أوراقها تعمل كأسفنجة عملاقة تمتص تمتص ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تمنع الاحتباس الحراري، تنظف البيئة، تمنع جذورها، تمنع الانجراف، بالتالي مقاومة التصحر اللي نحن هلق في خطر كتير عم يهددنا بسبب الواقع. ممكن هي خلال فترة قصيرة تغني الغابات اللي تعرضت للاحتراق. استخدامات متعددة تجد رشا من خلالها الجدوى الاقتصادية البعيدة المدى لهذا المشروع، كما ترى فيه وجها لحماية البيئة. شجرة البولونيا هي شجرة مميزة تسمى ملكة الأشجار وتستحق منا الاهتمام والزراعة. هي أسرع شجرة في النمو بالعالم، يمكن أن يصل طولها خلال 7 سنين إلى 20 متر. أوراقها غنية بالبروتين، تحوي 18% بروتين، ممكن أن تكون غذاء مكمل للماشي. أزهارها من أجمل الأزهار، تشبه أزهار اللافندر والياسمين. تبدأ الإزهار قبل أي شجرة من الأشجار، من بداية شباط لمنتصف نيسان، مدة إزهارها تقريبا 2 شهر. أفضل عسل ينتج في العالم هو من ينتج من عسل من أزهار البولونيا. حلمون بدأ يتحقق لرشا، وترى في توسيعة نطاق نشر زراعة هذه الشجرة إمكانية الوصول إلى حالة الاكتفاء الاقتصادي من ناحية الأخشاب، إضافة إلى تحقيق حلم في بيئة نظيفة وهواء نقي. خلينا نروح بجولة على الأخبار المنوعة، ومن أخبارنا لليوم من الجزائر، حيث اخترع أحد الأشخاص ممن يملكون ورشة حياكة كمامات ملونة بأشكال ورسوم بتناسب الأطفال. تفاصيل خلينا نتابعها بالمادة التالية. Thank you.
أما هلأ ليا بنبقى بعالم الإبداع، حيث استطاعت شابة أن ترسم لوحة فنية مختلفة بطريقة مميزة دون استخدام يديها. خلونا نتابع. يهتم الأتيكيت بتعلم القواعد الناظمة لبناء مجتمع راقي، ويركز على تصويب وتصحيح بعض الأفعال والقواعد الاجتماعية وقواعد الحياة اليومية. أيضا بيتطرق لأفعال وتصرفات الأشخاص في المجتمع. أكيد ليا، تعد الملابس التي تعطي غالبا انطباعا عن شخصية من يرتديها من الأمور الأساسية حاليا بعالمنا وعالم الأتيكيت. لنحكي أكثر عن تعليم الأتيكيت والملابس الرسمية للرجال والنساء. معنا فراس رمو، خبير ومحاضر في الاتيكيت والبروتوكول وماجستير بحثي في إدارة التسويق. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك فراس. هدول مختصرين ما شاء الله، خشب لك على الخشب ما شاء الله. فراس، بالبداية يعني دائما منروح لزيارة، منروح للقاء عمل، في انطباع بأولي بياخدوا علينا العالم، إما من لبسنا أو من طريقة حكينا. هذا الموضوع يمكن ما نأخذ حيز من الاهتمام، ولكن باللا شعور نحن بنعمل ردات فعل بتعطي انطباع. خلينا نحكي عن هذا الانطباع، إذا كان مدروس قديش بيكون أحسن وأفضل. طبعا هذا هو مثل ما تفضلت، الانطباع الاولي هو الاساس باي لقاء، حتى لو ما كان اللقاء الاول، يعني حتى لو كان عم يتكرر هذا اللقاء ثاني مره او ثالث مره، بيضل الانطباع الاول يلي هن اول اجزاء من الثانيه، حتى يلي اول ما يطل هذا الشخص او اول ما نشوف هذا الشخص هو اللي عم يخلي عنا انطباع عنه. لهيك ما عم يكون من خلال تواصل شفهي او تواصل حركي سلام او كذا، قبل عم يكون لسه من اللباس او من طريقه المشي او من طريقه الدخول. لهيك بنركز اكثر على موضوع اللباس او موضوع الحركه كدخول قبل، لانه هي عم تجي قبل موضوع السلام، قبل موضوع التحيه، قبل ما ندخل باللقاء او بالحديث يعني. بس يمكن نحن دائما ميالين للشيء السبور اكثر ومريح اكثر بحياتنا اليوميه، يعني بتحس انه مثلا في كثير من الناس لانه بتشتغل ساعات طويله فبتروح نحو الثياب اللي هي مريحه بالنسبه له، وهذا يمكن نوعا ما كمان بيعطي انطباع خاطئ عنك. خلينا نحكي كيف فينا فعلا نقول هيدا اللباس مناسب الرسمي، لانه دائما نحن مرتبطه البدله الرسميه بمناسبه يعني ياخذ بياع اما شيء ثاني لا. خلينا نحكي فعلا عن اصول اختيار الملابس بالمكان الصح وبالوقت الصح. هلا هي فكره مريح، يكون مريح كحركه، ولكن كموديل او كشكل ممكن يكون بدله رسميه ولكن مريحه او غير مريحه. وممكن الجينز او بيجامه الرياضه اللي هي بنتخيلها مريحه تكون غير مريحه ببعض ببعض الاحيان، لانه الموضوع الراحه بيرجع للمقاس، للقماش، للشيء اللي نحن عم نعمله بحياتنا اليوميه. بينما شو الشيء اللي لابسينه، لا بدنا نحاول نتقيد فيه شوي، يعني نتقيد قد ما فينا. فكره المريح بتلعب دور بموضوع القياس، يعني او موضوع شو الشيء اللي عم نستعمله بشكل يومي. نعم. بعض المهن او بعض الشركات او بعض الجهات ممكن تسمح ببعض التجاوزات كرمال يكون شيء مريح بالنسبه للي عم يشتغل لفترات طويله، اللي مضطر يلبس هذا اللباس لفترات طويلة خلال العمل. نعم. فراس، خلينا هيك نحكي على الشاشة ب يعني موديلات مختلفة، ستايلات مختلفة، من الرسم كتير إلى السبور نوعا ما. خلينا نحكي عن كل حالة.
او كل ستايل. هلا هون راح نبلش مع باللباس للرجل. بالنسبه للرجل اللباس الرسمي طبعا احنا لما نقول رسمي يعني عم نحكي مهني. اكيد زيارات عائليه زيارات اجتماعيه هي صفيه تفقد شوي من الرسميه ففيها ياخذ راحته، بس هون احنا عم نحكي بشيء رسمي فبالتالي عم نروح للطقم للسوت. مثل ما تفضلتي من اليسار لليمين هن من الاشد رسميه للاقل رسميه. الكاجوال اللي هي اول وحده على اليمين طبعا لنوضح هي اكيد مو جينز لانه الجينز هو شيء مرفوض بالاتيكيت، هو ممكن يكون كتان او قماش مع تي شيرت اكيد ما في مشكله. كل ما طلعنا لليسار اكثر كل ما كان عم يروح للرسميه، حتى الشوز يمكن طبعا حتى الشوز بيختلف. بس موديل اخر فتره يمكن دارج مع الشوز السبور مع الرسمي يعني هلا بشوف الموضه هيك عم تصير شوي تمام، هيك عم يكون سبور شيك مقبول ولكن مهنيا غير مقبول. مهنيا بده يكون السوت يلي هن التنتين يلي بالنص، السوت يلي هي مثل البدلات اللي على طول بتشوفونا لابسينها. حتى هي البدله لها شروط، في المتعارف عليه انه خلاص لبس طقم ومشي فهو لابس رسمي. لا ابدا، البدله الرسميه للرجل لها قواعد ولها شروط. اللون اول شرط، حصرا كحلي ودرجاته او اسود ودرجاته. اي لون ثاني خارج عن هي الالوان هي ما عادت رسميه، يعني اللي بيلبس بدله بني ما بنعتبره لابس رسمي. اللي بيلبس البدلة كاملة حتى مع هي بهي الألوان من دون جرافات فهو لابس لباس غير رسمي. بالنسبة للقميص أو الجرافة فهن لازم يكونوا متطابقين. متطابقين كيف؟ إذا كان القميص كارو ممكن تكون الجرافة سادة. سادة. إذا كان وبلاها. الأبلاها ما فينا بلاها الجرافة. إذا كان القميص سادة ممكن تكون كارو أو سادة ما في مشكلة. إذا كان يعني المهم كقاعدة أساسية لحتى نحفظها ونتذكرها ما يكون في الاثنين كارو. بس هلا مع غلاء الأسعار في استغناء كثير عن أمور. فينا نقول بالبدلة هيك يعني بتلاقي العالم بعدها هيك بتعمل بهي الطقوس بس ضمن امكانياتها المحدوده نوعا ما. طبعا طبعا هذا ضمن الامكانيات اكيد، ولكن اذا عم نحكي بالقواعد العامه فنحن اللي يعني بيشترطوا قواعد الاتيكيت هي البدله الكامله مع الجرافات. حتى اذا بدنا نفوت اكثر بتفاصيل، كشاب مثل هلا انا قاعد لابس الجرافات ما بحق لي فكها. جاكيت اوكي فيني شوبت بشلح الجاكيت، بس الجرافات ممنوع من قواعد الاتيكيت ممنوع نفك الجرافات يعني. الا طبعا بشروط معينه اللي هي استئذانكم مثلا كصبايا موجودين، اللي هي الوضع اذا كان بيسمح او ما بيسمح. ففي بعض هيك الشروط او بعض الامور هيك اللي كثير ستريكت شوي او دقيقه بمجال الاتيكيت. تمام فراس، يعني اكيد نحن يعني ما لنا عم نركز على انواع بدلات عفوا او ستايلات هي مستحيل تكون، لا في كثير من القطع هي موجوده بخزانتنا، ولكن لتطبيقها او لاستخدامها لمرات متكرره بغير قميص بغير ازرار بساعه بقصة. خلينا نحكي عن هدول التفاصيل. نحن اذا عندنا طقم واحد بالخزانه وبيتطلب شغلنا انه نلبس هي البدله، كيف نحن فينا نعمل اعاده التدوير للقطع محرمه؟ في كثير هلا اصلا اكسسوارات صارت للشباب اكثر من البنات يمكن. تمام، فهي الفكره مجرد وجود الطقم اللي هو البنطلون والجاكيت خلاص صرنا هلا هيك جاهزين. اللي بيبقى ممكن ندور فيه موضوع القميص موضوع الجرافات، يعني ممكن نبدل قمصان قد ما بدنا تحت نفس الطقم ما عندنا اي مشكله. المهم انه يكون متناسب حتى ينكوى نصه مو كله لانه تحت هي للسرعه كثير بنعملها للسرعه بنكون قدام وبنلبس وبنمشي. الجرافات ممكن نبدل جرافات كمان الالوان تختلف بهالوضع الاقتصادي او حتى بشكل عام، يعني سعر الجرافات اكيد غير سعر الطقم، فالواحد ممكن يشتري جرافتين ثلاثه على طقم واحد اكيد ممكن يتريحوا اكثر، هذا الشيء يريحهم، فهو بيبدل قمصان بيبدل جرافات على نفس هي بعض حركات بسيطه بنلعب عليها طبعاً مشان طبعاً تغير ستايلك. خلينا هلا ننتقل للسيدات مع بعض الصور لنحكي اكثر كمان عن اللباس الرسمي والاوقات المناسبه بارتدائه بالشكل الصحيح. هلا نحن بالقواعد اللي حكيناها للباس الرجل ذكرنا بعض القواعد، لسه في قواعد كثيره وهذا كله الشيء اللي بيتفاجئوا فيه، بس نحكي بمجال اللباس انه اذا كل هالقواعد كانت للرجل طب كيف ما نفوت للسيدات؟ بدنا قاعده يومين يعني
لا ابدا، حتتفاجئوا انه السيدات يلي بياخذ معهم اللبس ساعه ونص ساعتين ونحن بعشر دقائق بنلبس ما عندهم ولا قاعده من قواعد اللباس، يعني لا يشترط على السيده اي قاعده من قواعد اللباس الا ثلاث ملاحظات خلينا نعتبرهم مو شروط، يلي هن الاحتشام انه يكون لبسها محتشم، يكون لبسها مناسب لعمرها ومناسب لمكانتها الاجتماعيه او المهنيه في حال كانت نازلة على الشغل أو عم تلبس للشغل. طب خلينا نركز على نقطة نحن كتير منعاني منها، دائما معنا شيء سبير بإجرنا مشان مو كل الوقت كعب كعب كعب، هذا الشيء غلط ولا أنه إذا كنت بمكان بيطلب منك كن بكعب، ريحتك هي مو أهم من المظاهر مثل ما بيقولوا ولا عيب تعتبر؟ لا طبعا، هلا كإتيكيت لباس للسيدة الكعب حصرا لازم تكون بالكعب أثناء العمل مثلا اثناء الاجتماع. بس شو ذاتي ما انا كعب باليرينات هي رسميه كقواعد، اذا بنحكي قواعد اتيكيت يفضل الكعب، ولكن الفكره اللي تفضلتي فيها كمان بقواعد اتيكيت يعني مسموحه جدا، انه خلصتي مثلا الحفله او خلصتي الاجتماع او خلصتي العمل الرسمي بدلتي ما في اي مشكله، حتى لو كان هذا الشيء امام العالم امام الضيوف ما في اي مشكله يسمح فيها، لانه معروفه المعاناه تبع للسيدات ويمكن كلياتنا بنعمل هيك، يعني دائما بيكون معنا شيء ثاني مشان فعلا راحتنا اليوميه. بالختام نشكرك سيد فراس رمو، خبير ومحاضر بالاتيكيت والبروتوكول وماجستير بحثي في اداره التسويق، حاولنا هيك نقدم بعض المعلومات الجميله والبسيطه حول اللباس الرسمي الصحيح. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك، وبنتمنى يصير الوضع احسن وتملى خزايننا بثياب بتساعدنا نكون عم ننفذ قواعد اتيكيت صحيحه. شكرا كثير لك. شكرا لكم. اما هلا رح ننتقل لتقرير، فضمن الاجراءات الوقائيه يلي عم تتخذها وزاره الصحه ايضا وزاره الثقافه، كان في لها فعاليه او ايفنت وايضا باعتبار كثير قوي للتصدي لفيروس كورونا. رح نروح لمهرجان الثقافي في بيتك، والبداية كانت مع الأمسية الموسيقية الأولى للمهرجان يلي قدمتها الفرقة الوطنية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون، وطبعا بدون جمهور. خلينا نروح نتابع هالتفاصيل مع زميلتنا سالي شار. Thank you.
ليا، الطب التكميلي احد الفنون الطب القديمه، ويعد ويعتمد على الضغط على الجسم بشكل منتظم وغير منتظم بطريقه ثابته او خلال تاديه بعض الحركات الاهتزازيه، ويتم ذلك باستخدام اليد او احد الالات المخصصه لذلك. وايضا تؤثر عمليه التدليك بشكل كثير ايجابي على كل العضلات وعلى كل الاوتار والاربطه والجلد والمفاصل والانسجه، اكيد يعني كثير مهمه لكل الجسم. ولحتى نحكي اكثر عن الطب التكميلي وتاثيره في علاج الام الجسديه والنفسيه، ايضا بيسعدنا نرحب برياض جويش، اختصاصي بعلم ردود الفعل العصبيه. صباح الخير سيد رياض، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. صباحكم يا رب. اخصائي بعلم ردود الفعل العصبيه، يمكن كل الناس هلا بدها تتابعنا. طبعا. مع هي الظروف الحاليه قديش الناس اليوم بتقدر تضبط اعصابها، وقديش فعلا انا فيني هيك اخذ نفس قوي واقدر اكمل حياتي بشكل صحي وسليم. هلا هو لانه علاج مكمل، يعني هو علاج جسد وعقل وروح. يعني هو علاج، والعلاج هذا كامل الجسم، يعني هو علاج عن طريق القدمين واليدين، هو علاج لكامل الجسم. يعني احنا بنعالج فيه، لانه بتعرفي انت بكل قدم في 7200 نهايه عصبيه. فيعني هو في كل نقاط الجسم، يعني في عندنا نحن من القدمين نقاط قلب ومعده وطحال وكبد، فهي بالجلسه الواحده احنا عم نعمل علاج لكامل جسمنا، طبعا عن طريق القدمين، وفي عندنا كمان باليدين كمان عندنا نقاط انعكاسيه لكامل الجسم. نعم. سيد رياض، خليني بالبدايه قبل ما نفوت بتفاصيل العلاج التكميلي، نحكي بنقطه كثير مهمه، كثير مثلا بنكون قاعدين متبين مثلا انه لازم ينفرك ظهرنا ممكن بطريقه غلط، طقطقه الاصابع، كثير في عندنا عادات نحن بنعملها غلط، او بنروح عند اشخاص هن مانن اختصاصيين، وخاصه بالمساجات لما تكون عم يوجعك ظهرك. خلينا نحكي عن الضرر يلي بيتاثر بهذا الشيء. هلا هو هذا العلاج طبعا هو امن 100%. ليش؟ لانه هو عن طريق القدمين، يعني نحن عندنا وتاب بالظهر او عندنا شيء وجع بالرقبه، فانا ما حقدر لك لا رقبتك ولا ظهرك، انا عم بعمل لك هذا الشيء بنقاط انعكاسيه من القدمين. خلينا نركز على نقطه اللجوء للاشخاص الغير اختصاصيين، قد ايه بياثر على التدليك؟ طبعا لانه التدليك على مناطق الظهر والرقبه كثير خطير اذا كان الشخص مو اختصاصي. يعني هو بيعمل لنا مضاعفات، بيعمل لنا تمزقات، بيعمل لنا مضاعفات. فهو هذا العلاج الريفلكسولوجي او النهايات العصبيه بالقدمين هو علاج امن 100%. يعني هو اهم شيء بهذا العلاج انه هو ما له اثار جانبيه، هو علاج امن 100%. فهو كثير مفيد، كثير امن لقدام. لا لا لا، هو علاج عن طريق تدليك القدمين. خلينا نحكي كيف بيتم، يعني عن طريق تدليك القدمين، بما انه عم نحكي هو الاساس، يعني انا طبعاً من خلال هي يمكن المرتكز الاساسي اللي هي العمليه. طبعا هلا هو العلاج عن طريق تدليك القدم بتكنيك معين، يعني عند مختص طبعا. يعني هلا نحن اذا بندلك القدم بشكل طبيعي بيرتاح الواحد، بس ما بيلاقي في علاج. اما المختص رح يكون في عنده الضغط بشكل معين. عم نشوف بعض الصور. الضغط بتشوفي بطريقه معينه يعني. خلينا نكفي نشرح. هلا شايفه هون احنا عندنا القدم فيها كل النهايات العصبيه، مثل ما قلنا هني فيها 7200 نهايه عصبيه. المنطقه من عند الاصابع والمنطقه من فوق القدم هي مسؤوله عن الجهاز التنفسي، ومنطقه وسط القدم هي مسؤوله عن الجهاز الهضمي. والمنطقة عند الكعب هي مسؤولة عن الجهاز البولي. نعم. خلينا سيد رياض نروح للإيدين، كيف بيتم التدليك من خلال الإيدين ومعالجة يمكن كثير من الأوجاع؟ طبعا هلا الإيد مثل ما لك شايفين هلا نحن، هلا هي الإيد عبارة، هي الإيد لحن أنا أشرح لكم إياها، هي الإصبعين الوسطانيين هن الرجلين، الأرجل أو القدمين. عندنا الأصابع الثانية هن اليدين، وعندنا الإصبع الإبهام هو الرأس وما يحتوي. طبعا هذا بظاهر القدم، بظاهر اليد. عندنا هلا نحن بباطن اليد في عندنا مثلا منطقه القلب والرئتين، وعندنا منطقه الكبد ومنطقه المعده ومنطقه الاحشاء ومنطقه المثاني. هو اي احسن، ايدين ولا الرجلين؟ هلا العلاج الاساسي هو القدمين. هلا نحن بنقول الايدين هو بيعالج الوجع ما بيعالج المرض، المرض لازم يكون عن طريق القدمين. هلا هو الجلسه الكامله الافضل هو يكون عن طريق القدمين واليدين. بس هي تكون جلسه كامله متكامله. بس خلينا نحكي عن تجزيء الاصابع، يعني كل اصبع بيقول لك لمنطقه محدده، وهي مسؤوله
عن ألم محدد بالجسم. طبعا هلا مثل ما قلت لك انه هن احنا عندنا هلا الاصبعتين الوسط هن هدول القدمين. عندنا هون منطقه الركب، عندنا هون عندنا منطقه الايدين، عندنا هاي المنطقه هون عندنا الرقبه، هون عندنا الراس وما يحتويه، هون عندنا منطقه العمود الفقري باليد. هلا فينا نحن هدول القصص نعمله لحالنا؟ يعني فينا هلا مثلا نتعلم منك طريقه نريح العمود الفقري هون مثلا؟ طبعا هي عن طريق تدليك بشيء معين، بشيء هيك يعني بشيء معين بيوخز الهيك. هلا نحن بنعمل هيك تدليك بنلاقي في منطقه فيها وجع. اوكي. يعني وقت بنعمل هيك بتلاقي في منطقه فيها وجع، بس بنضغط عليها بنركز عليها شوي عباره عن نص دقيقه بتلاقي اختفى الوجع. شرط اي ايد؟ لا هلا مو شرط، لانه الايد كل ايد فيها هي جسم كامل مختلف عن القدم. فترة قد ايه تقريبا؟ الفتره اقل من دقيقه على المنطقه اللي فيها الم. يعني هلا عندنا نحن وجع راس مثلا، واحد وجع راسه بيحسن يعمل على الابهام بشيء هيك مدبب، بيعمل على الابهام بيروح الوجع دغري، بيلاقي في منطقه فيها الم. يعني هلا هيك هلا ما في وجع راس، ما بتلاقي في منطقه فيها، بس انه اذا كان في وجع راس بتلاقي منطقه فيها الم. فبس هيك بنحاول انه نضغطها شوي بتلاقي راح الوجع الراس. خي هي كثير منيحه للعالم اللي كثير بياخذوا ادويه ومسكنات طبعا. وهي علاج لكثير شغلات، مثلا عندنا علاج الشهيقه بيتعالج بالجلسات بشكل نهائي. يعني علاج امراض الرقبه، بتعرف هلا نحن عندنا كثير، عندنا بيجينا اوجاع رقبه وظهر، فكمان بيتعالجوا بهالطريقه. وهي مثل ما قلت لك هي علاج امن، هي علاج امن. يعني في مثل صيني بيقول هو راحت وعلاج الجسم عن طريق القدمين. قديش بس بتحس فعلا هلا العالم هيك بتتجاوبي مع هيدا العلم؟ ويمكن لانه في يعني هي اساسا مش فقط جسدي، امور نفسيه بتساعد وعوامل بتساعد سوا. طبعا هلا هو هذا العلاج مو بس جسدي، هو كمان علاج نفسي، هو كمان يعني علاج. هذا بنحسن نشخص نحن فيه. يعني نحن بنحسن نشخص عن طريق القدمين، بنشخص شو معك اوجاع بدون ما تقولي لي انت شيء. يعني بس بنشوف القدمين نحن بنعرف انه شو في عندك مشاكل بجسمنا. نعم سيد رياض، قبل ما نختم خلينا نحكي عن المساج الناري او الحراري. هذا المساج الناري بيعمل عنا تعديل للرطوبه والحراره بالجسم. نحن عندنا شغلتين بجسمنا، الرطوبه والحراره. اي وحده بتطغى عن الثانيه بيصير عندنا مشكله. فهي نحن الرطوبه بصير عندنا باوقات الشتاء كثير، بتلاقي واحد فز انه ظهره واجع او واجع معدته، هي بتكون الرطوبه صارت عاليه عنده بالجسم. فبالمساج الناري بتعدل لك هي الشيء. نحن بنسحب الرطوبه من الجسم عن طريق المساج الناري. عن طريق يعني بتكنيك معين طبعا. يعني كاسات هواء وهيك؟ طبعا هلا هو من ضمن المساج الناري اللي حينحط فيه كاسات هواء، اللي حنعمل مساج بطريقه معينه على مناطق انعكاسية بالظهر. بس بتحس دائما عم يرجع مثلا مثل هي التفاصيل او الطب التكميلي للشيء القديم. يعني كل شيء كان ينعمل قديما عم يرجع بس بطريقه حديثه او بتواكب العصر بطريقه معينه. يعني كل هي التفاصيل كانوا سابقا يعملوها بس بطريقه مختلفه. طبعا هلا هو هدول اساس كل شيء. هذا نحن الفراعنه، اساس هذا الطب كله فراعنه. بتعرفي هلا هن الفراعنه في امور لهلا هي ما حدا عارف شو يعني، مثل التحنيط مثلا صار الاف السنين وهلا ما عرفوا شو الطريقه. فهي الطرق كلها هي اساسها هي فراعنه يعني، وهي يعني التجربه اكبر برهان مثل ما بيقولوا. صحيح. فهي كثير مفيده. بس هيك عم نشعل نار على العالم؟ ايه بس هي الطريقه كثير مفيده، بس ما بحسوا بالحراره هذا. بس سؤال، هي هذا الشيء من عندك الاسود طبعا هو فيه عزل ما بيدخل على الجسم؟ طبعا صح؟ في عزل. عزل وفي زيوت بتندهن قبل ما ينشعل النار. لانه الناس عم تتابعنا فممكن تنفذ بطريقه خطا. لا اكيد لازم يكون عند مختص. يعني اكيد هلا اليوم انا رح اجربها مع امي مثلا. لا اكيد يكون عند مختص لانه كثير خطره الشغله. نعم كثير خطره. ايوه نعم. سيد رياض لكن هيك اليوم اطلعنا يعني هيك نحن وياك عن قصص فينا نعالجها بعيدا عن الادويه. ان شاء الله هيك نقدر فدنا شوي العالم. شكرا كثير. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. اما هلا مشاهدينا فخلينا نروح لغرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلي علي معلا. صباح الخير يا علي. صباح الخير لك يا ليا ولا نور ولضيفكم الكريم. مشاهدينا موجز للانباء بعد الفاصل. We'll be right back.
أهلا بكم. معانا في سياساتها العدوانية في التضييق على الأهالي وترهيبهم، قامت قوات الاحتلال الأمريكي مدعومة بمجموعات من ميليشيات قسد، قامت بمحاصرة المنطقة الواقعة بين قرية الصور ومدينة البصيرة في ريف دير الزور الشمالي. مصادر أهلية قالت أن قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيات قسد أقدموا على محاصرة المنطقة وداهموا منازل المدنيين فيها وقاموا بعمليات تفتيش واعتقال لعدد من السكان. اعترفت سلطات النظام التركي بمقتل أحد جنودها وإصابة اثنين آخرين خلال مساندة قواتها لتنظيمات الإرهابية بريف إدلب. وقالت وزارة دفاع النظام التركي في بيان أن جنديا تركيا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم بإدلب. هذا وتتلقى التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب تتلقى دعما مباشرا من النظام التركي بمختلف الوسائل والأسلحة لتنفيذ اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة. تستمر الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة الأمريكية لليوم العاشر على التوالي في الولايات المتحدة الأمريكية. المتظاهرون الأمريكيون خرجوا في أكثر من 430 مدينة وبلدة أمريكية كبرى، فيما صعدت الشرطة الأمريكية من حدة إجراءاتها لقمع المتظاهرين، واستخدمت الرصاص المطاطي على نحو متزايد بالإضافة إلى الغاز المسيل للدموع. طلب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري طلب الأمم المتحدة بوضع حد لانتهاكات النظام التركي ضد الليبيين. وقال المسماري إن المعركة الآن بين الليبيين والغزاة الأتراك وهي مستمرة، وأكد أن الطيران المسير التابع للنظام التركي استهدف المدنيين في مدينة ترهونة. نهاية الموجز، عودة الآن إليك ليا ونور لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا كثير لك يا علي، وهلا اكيد متابعين بصباحنا لليوم، ولبين ما ضيفتنا سعادة يوسف مشان تحط فرد السيليكون، خلينا نحكي شو هي فقرتنا التالية. ما في شيء بينكب قاعدة أساسية عند الأم السورية اللي قادرة تعيد تدوير العديد من المواد الموجودة بالمنزل وتستخدمها بطريقة جمالية وبطريقة بتفيدها دون تكلفة مادية كبيرة. أفكار جديدة مع الحرفية رهف بدوي، بدنا نقول لك يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يمكن هيك يعني اول ما فتي اعطيتي هيك الاستوديو الوان جديده، يعني دغري فردتي القصص كلياتها، مواد موجوده بالبيت فينا نستثمرها بس بطريقه فنيه. تمام، هو يعني المبدا انه احنا ست البيت متعوده انه دائما بكل وقت بتستهلك اغراض بتستهلك اشياء، فبيضل عندها يعني بيطلع عندي اغراض بتحس انه انا ممكن اتلفها او كبها، فبس هي اذا رجعت عملت لها اعاده تدوير. هذا اعاده التدوير هلا كثير شيء مهم عندنا، يعني انه انا اي قطعه ما اتلفها استخدمها بشكل ثاني بقدر استفيد منه، بقدر اطلع منه شكل حلو انه انا اقدر اعرضه، اقدر مثلا احس انه انا ساويت من هي القطعه شغله فادتني، ما انه رميتها او مثلا ساويتها مخلفات. نعم، هلا انا بحب هدول الافكار، خلينا نبلش فيهم ونحكي عن نوعيه الشيء الملزق هون. تمام، هي عباره عن مرتبانات وقت بتفضى كله أي كل تمام وقت بتفضى انا ممكن اي تجديد عندي له شكل حلو استخدمه، لزقه، غلف الغطاء تبعه فبيطلع عندي شكل حلو، ما انا انه ارميه او كبه يعني. اكيد. خلينا كمان شو هون بدنا التجديد عادي تجديد بس له يعني هي الرسمه الهاديه الرايقه، اي بقدر انه انا غلف المرطبان واحطه بطريقه حلوه وارجع اعيد استخدامه. يعني هي ملاقط غسيل وفي ملاقط غسيل في اكيد كل ست بيت بزيد عندها يعني كميه منيحه، فانا اي اكيد هي علبه رجعت لزقت عليها انا الملاقط بشكل حلو، بتحطي ممكن ريحه ممكن شغله حلوه وبتصمديها. تمام، وضمن الافكار
شو هون انت عندك ملاقط غسيل؟ انا هون عندي معكرونه. معكرونه احنا اليوم حاولنا اعاده التدوير تقريبا اعتمدت عليها انا من اغراض المطبخ. فهي عباره عن اغطيه المرطبانات الزايده. غلفتها بزينتها معكرونه. استخدمت الحبوب وعملتها بشكل حلو ممكن انا اعلقها بالمطبخ اكيد. يلا هي مشان ناخذها لوف كلها. اوكي شفنا هون المعكرونه وايضا هون عندنا هذا النوع. بس خلينا نشرح شوي هذا. هلا انا رح اقلبها هيك. بس يوسف حقلبها هيك نحكي هاد بلور او شيء؟ لا هذا عباره عن اقراص السي دي. سيديات ممكن تكون تالفه عندك. انا بدل ما اكبها برجع بعمل لها اعاده تدوير. بحط لها هون ورق الايف. تمام بغلفها من ورا وبحط عليها الزينه. فانا اعتمدت هون الحبوب. اعتمدت حمص. هي حمص. ايوه حمص. واللي على الداير معكرونه بس لها الوان معينه وبتطلع قطعه حلوه بدل انا اعلقها بمطبخي. كمان في قطعه هون ظريفه كمان هيك تعليقه بس بطريقه مختلفه. هلا قلت لك انا اليوم اعاده التدوير من اغراض المطبخ. ممكن المعلقه او الشوكه مثلا خلص انه انت مليتي من استخدامها او هي قلت جودتها ف او مايله او يعني سويناها حملت بشكل قطعه خشب وعلقنا عليها هدول الاشياء. فكره مهضومه. وايضا خلينا نحكي عن نقطه انه مثل هيك افكار هي قديش حلوه انه يتعلموها الاولاد الصغار او تعدي تشتغليها مع اولادك بالبيت. يعني هي الافكار لست البيت قديش حلوه وقد الاولاد ما بيأذوا حالهم بمثل هيك تفاصيل. اكيد حتى الطفل لما بيشوف يعني والدته عم تستثمر اي غرض بانه هي مثلا تعيد تدويره ما تكبه تعلمه انه فيني انا استفيد منه لو قلت جودته كثير شيء حلو للطفل. يعني بيبقى عنده طموح انه هو دائما ما يكب ما يعمل عنده مخلفات. لا انا بستفيد من اي خصوصا هلا الوقت بظل جائحه كورونا فبتلاقي الاهل عم يقعدوا بفترات اطول مع اولادهم فبيستثمروها بهيك اشياء جميله وبوقت حلو مع بعض. خلينا نحكي عن هي. هلا هي القطعه ممكن انت تحزري مثلا هي من شو معموله؟ غطاء. غطاء مرطبان هيدا. تمام لانه من جوا فيه احمر مشان هيك. هي عباره عن غطاء مرطبان من فوق ومن تحت. وصلناهم بعواد كردون وسوينا منها شمعدان مع شويه زينه بسيطه بتكون موجوده بتكون يعني بالبيت. ما فيكي انت تتكلفي عليها او شيء بهي الطريقه البسيطه. خلينا ننتقل على الاناني. هلا صيف وبنستهلك عصير كثير بقى واشكال يعني حلوه. فانا كمان ما بكبها ممكن تلفيها خيش تزينيها بالحبوب. هدول فاصوليا كمان. بس عم شوف انه فاصوليا وحمص بالبقوليات بنزينها بالوان مثلا مرتبه مختلفة. مع الخيط اللي نحن لفينا فيه القنينه بتطلع عندي القطعه كثير حلوه. او حتى ممكن انا استخدم ما غلفها ارسم. اذا ست البيت بتحب ترسم ممكن انا اعملها مثل بيناتهم يعني هي نفسها بس هي بس هون استخدمنا الالوان الزجاجيه ورسمنا. يعني ست البيت اذا بتحب ترسم فيها انه تلون الهي فيها تصير فاز للورد يعني بتحطي فيها بتستخدميها بطريقه مختلفه. يعني هذا عود ببلاستيك ما يعني بتحسي انه انا بشيله بكبه بس بينما اذا حطيته انا ونمقته بشكل مرتب بيطلع عندي شيء حلو. اكيد هيك من كل الجوانب. ولكن خليني انا ركز على موضوع الرسم. في بعض الرسومات او المواد اللي بنستخدمها ممكن هي تروح اذا جليناها او صح. هيك خلينا نحكي في شيء محدد نحن بنقدر نستخدمه للرسم على الزجاج خاصه على الصحون على الكاسات. تمام. فينا نرسم عليهم وما يروح. هلا هو بالسوق اجمالا يعني في كثير تسهيلات لست البيت. انا عندي الوان بتخص الخشب الوان بتخص الزجاج كل ماده لها لون معين. تسهيلات في منهم بيقولوا لي ما عندهم مناكير ممكن يستخدموا ممكن تستخدمي ترع اي شيء. هلا انا هي القطعه عملتها اكيد ما راح اجليها عملتها انه انا اصمدها. فممكن ما تعتمد انه هي تجيب الوان البلور. لا ممكن مثل ما قلت تستخدم المناكير تستخدم اي شيء يعني عادي وتصمدها ما تعرضها للمي تطلع عندها قطعه كثير. طيب القطعه اللي عندك هلا هيدي شو اذا فيها؟ شيء طاير. هلا هي انا حورجيكي النموذج لما حيخلص عندك. هلا ست البيت ممكن يزيد عندها فنجان قهوه من الطقم مثلا راحوا بالتجزير فانا ما بكبه ممكن اعمل له اعاده تدوير بهي الطريقه. بجيب الصحن من عندي بيكون الشوك متوافره كمان بالمطبخ لانه مثل ما قلت لك اليوم يعني الموضوع عن اعاده التدوير اغراض المطبخ. فانا ممكن لزق الشوكه بهي الطريقه وارجع احط الفنجان ولزقه فبيطلع عندي بالنهايه هذا الشكل جاهز. فانا غلفت طبعا الشوكه مشان تعطيني شكل حلو منظر جميل. تمام. اي ورد عندك بالبيت صناعي مو لازم ممكن انت تفتحيه وتعيدي يعني ترتيبه على الصحن او القطعه وتزينيه فبيطلع عندي هذا الشيء بيطلع هون.
طب انا بحط القطعه بسمضها وبيعطيني شكل حلو كثير. حديقة هون في كل أنواع الجمال بالألوان. بالألوان حتى الألوان يمكن اخترتي كل قطعة فيها ألوان جميلة وزاهية مع ألوان الصيف ولمسة فنية مختلفة نوعا ما فينا نقول. هي دائما الألوان بتجذب العين يعني سواء الكبير أو الصغير بحب. هاي شو حتى هون استخدمنا الشوك، شوك البلاستيك موجودة كثير بتكون بالبيت استخدمها المروحة هلا. حطينا الشوك بطريقة معينة ودخلنا ساتان وزيناها، ممكن أنا أعلقها بمكان تابع للون. ممكن استخدمها ممكن هي بتصير، بس إنه هي من شوك البلاستيك بتطلع عندي قطعة حلوة. فينا نستخدمها كمروحة يدوية ممكن. يعني ممكن أنت بتتبعي اللون اللي بتحبيه، بتتبعي الطقم عندك حبيتي تزوقيه بطريقة معينة من هون حتى القطعة. نعم يعني كثير من الافكار اخذناها من المطبخ. بدي ارجع اقول مثلا مثل هي انا اللي كثير حبيتها، دائما في شيء مطعوج بيكون عندنا فينا نرجع نعمل له اعاده تدوير نستفيد منه وفينا أحلوي. تماما نزين ونهدي منه اذا عندنا هديه. لا تكون فيها لمسه خاصه مشغوله بالايد فبتحسي ايه في لها هيك لمسات. دائما الاعمال اليدويه بشكل عام يعني انه انا هي القطعه هي موجودة عندي بس لأنه أنا صممتها بإيدي، ما ممكن تنزلي تلاقيها بالسوق أو تلاقيها مثلا عند أي شخص ثاني إلا إذا أنت هديتي طبعا. صحيح نعم. رهف البدوي الحرفية نتشكرك على وجودك معنا وأنا بشكركم كمان التوفيق وهيك بجميع خطواتك القادمة الفنية. ومثل ما قلنا يمكن بالبداية دائما المرأة السورية أو السيدة السورية عندها أفكار مدبرة وجميلة بنفس الوقت. شكرا كثير لك. الله يسلمك. شكرا كثير لك يا رهف. وبظل الغلاء اليوم اللي عم نعيشه نحن فينا نعمل افكار هي تزين بيتنا، ناخذهم هديه نستفيد منهم ونلهي اولادنا ايضا بفتره من الفترات. شكرا كثير لك. شكرا لاستضافتكم ويسعد صباحكم. شكرا لك. لهون مشاهدينا بتكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام. حاولنا نقدم بعض الافكار الجميله اللي بتفيدكم وبتفيد حياتكم اليوميه. رحلتنا خلصت. بالختام دائما تحيتنا لحراس الارض والامان رجال الجيش العربي السوري. ونهارك سعيد لك. نهارك سعيد يا نور وان شاء الله هيك نهاركم يكون خفيف ورواق على الكل. انتبهوا كثير منيح على حالكم. ضلوا بخير. باي باي. باي باي.